طيب النصيحة دي تكلمت من زمان وتكلمت فيها يمكن 3 مرات وهذا الرابع الحين بقول لكم اياها، عن الشاحن. هذا الشحن السريع للايفون وهو نفس الشحن الايباد برو 2018 و2020، طبعا يختلف على حسب الدولة عندك. انا في امريكا، فهذا اللي يجيك نفس الحركة دي. السعودي راح يجيك غير، دول الخليج راح يجيك غير ب3. انا شحنت فيه، هذا ثاني مرة او ثالث مرة شحن فيه الايفون. اول مرة اول ما شريت الايفون وسبب حرارة، والآن مرة ثانية جربته وسخن الجوال وقاعد يشحن، فحبيت اني ارجع اقول لكم ان اذا كنت بتشتري جهاز او تستخدم جهاز الايفون اكثر من سنة، يعني مثلا انا بالنسبة لي بستخدم سنة وخلاص بتركه، فعادي استخدم له تخرب بطريقة تخرب. لكن في الاشخاص كثار اللي بيستخدمون الايفون 2 سنين 3 سنوات 4 سنوات، فبليز لا تستخدم الجهاز او الشاحن هذا الا وقت الضرورة بس، لان ارتفاع حرارة الجهاز راح يأثر على موارد الجهاز الداخلي، راح يأثر على البطارية. فأنت إذا جيت تشحن بذي الشاحن وشفت الجهاز حقك يسخن، بليز لا تستخدم الشاحن، استخدم الشواحن القديمة. في نوعين طبعا من الشواحن، أو 3 أنواع من الشواحن اللي تقدر تستخدم فيها الآيفون. طيب هذا الشاحن اللي يجي مع الآيفونات القديمة والآيفون 11، هذا أفضل ذي الشاحن. أنا بتشحن جهازك وتنام والأشياء دي يعني العادية اشحنها بهذا الشاحن. ذي الشاحن اللي يجي مع الآيباد، الآيبادات القديمة يجيك نوع 10 واط ويجيك نوع 12 واط، تعرفها من هنا طبعا. أنا من كثر استخدام المسح، لكن تشوفه هنا يكتب لك 10 واط يكون مكتوب عندك فوق، لكن للأسف راح الكلام. هذا الشاحن أوكي ممتاز، يرفع أحيانا من حرارة الجهاز، يرفع على حسب استخدامك يعني. طبعا ده أنا الجهاز، حتى الجهاز حقي طافي يعني، بسكره وحطه في الشاحن رفع درجة الحرارة عندي، يرفع لي 70%. بعد 70% راح يكون الشحن بطيء، راح يكون طبيعي عادي، لأن من تحت 70% راح يكون شحن سريع، بعدها راح يكون بطيء. فنصيحتي استخدم هذا الشاحن وقت الضرورة، أكثر الوقت أنت بتنام تحطه في الشاحن أكثر من يعني مثل ما سويت أنا بدون الشحن أو بدون استخدام وارتفع درجة الحرارة عندي. فهذه الأشياء كلها أفضل يعني 90% أو 99% من الاستخدام الطبيعي لك يكون بهذا الشاحن القديم 5 واط. وقت الحاجة استخدم الشاحن السريع، أوكي؟ بس هذا اللي حبيت أقول لكم. أما للآيباد لازم تستخدم الشحن السريع، ما راح يرفع درجة الحرارة وهو تارك الآيباد، أو أنك تستخدم استخدام طبيعي. ليش؟ لأن الآيباد بطاريته كبيرة، فالشحن السريع أو الشحن السريع هذا عادي في البطارية قاعد تستوعب شيء عادي. فلا ترقى فوق 18، ولا تستخدم شواحن مش لحق الآيفون، يعني استخدم شحن الآيفون حق الآيفون. ما تجيب لي جوال من شركة ثانية معالجها غير كوالكوم ولا شيء، جوالات القديمة ما تدعم البي دي أبل يعني، ما حتى لو الشحن سريع ما تروح تجيب لي من سامسونج وما يدعم البي دي بعض الأجهزة حقتهم مثل أكسينوس، معالج أكسينوس شحن سريع غير. فلا تسوي الأشياء دي، استخدم الجهاز أو الشاحن والسلك الرئيسي مال الشركة نفسها. 4 ساعات 5 ساعات عادي عندك بتركب الشاحن، استخدم هذا. أكثر الشواحن بتستخدمهم أو أكثر الوقت إذا كنت تبي عمر بطارية تصير معك أفضل أو بتطول معك، استخدم هذا الشاحن، الشاحن 5 واط. طبعا الشكل مثل ما قلت لكم يختلف، دول الخليج غير راح يكون، لكن الشحن 5 واط اللي يجيك مع ايفون 11 أو جميع الايفونات القديمة، هذا الشاحن أفضل. هذا الشاحن، هذا الشاحن الايباد أوكي البطارية الكبيرة عادي تشحن فيها، يعني الايباد لازم تشحن بذا، لأن البطارية كل ما تكبر كل ما يحتاج شاحن كبير، ولا راح ترتفع حرارة الجهاز بذا، إلا إذا كنت تستخدم وقاعد تلعب ببجي ولا شيء راح ترتفع. فأفضل استخدامك البطارية أو استخدامك الجهاز وتبي عمر البطارية تدوم عندك، هذا الشاحن هذا أوكي ما عليه، لكن أكثر الأشياء اللي عندك هذا الشاحن، استخدم هذا الشاحن. وحاول إن الجهاز حقك ما تحس إنه يكون يسخن وقت الاستخدام، عادي تشحن بهذا الشاحن وتلعب ببجي ولا شيء راح ترتفع درجة الحرارة. فأتمنى إنك ما تلعب ببجي، ما تلعب يعني، خله يشحن وبعدين استخدمه. هذا أتوقع. أما مثل ما قلت لك إنك بتغيره كل سنة، عادي استخدم هذا وحرق الجهاز عادي يعني. أما إنك لا بتطول معاك، لا استخدم القديم. نجي حق الوايرلس، الوايرلس برضو يأثر، حتى لو 5 واط 7.5 واط يأثر على البطارية. يعني تحطيته في الشحن السريع أو في الوايرلس تشارجينج على نفس الوايرلس، تشوف جهازك راح يسخن. ففي شركات تسوي وايرلس مثل حتى سامسونج تقريبا، وفي شركات ثانية تسوي وايرلس تشارجينج نفس الحركة ذي، في مراوح في نفس الوايرلس تشارجر ذا. فأتمنى إنك تستبي وايرلس، في بعض الشركات توفر لك ان الوايرلس نفسه في مراوح تبرد على الجهاز اذا كنت تستخدم وايرلس شارجر. بس هذه كل المعلومات. هذا النوع الوايرلس اللي انا استخدمه، سويت له شرح من شركه نوماد، محترم جلد هنا ومحترم هنا، مدخل حق
الابل واتش اذا تركبها، بتقدر تشحن الايربودز برضو، تحط الايربودز هنا وتحط جوال هنا وجوال هنا، في ثلاث كويرز، او تحط الجوال بالطول يشحن لك الجوال بالحاله، وفي انوار هنا حق كل جهه تبي تشحن فيها. مثلا لو انك تحط الشحن هنا او الايربودز هنا مثلا تشحن، بيولع لك الكويل جهه اليمين، جهه اليسار حق الكويل اليمين الوسطي قصدي، واليسار يسار. وهنا الابل واتش برضو استخدمه على طول، احط جوالي يشحن وانا نايم، يرتفع درجه حراره الجهاز يعني المسه في كل فتره شويه مرتفع، عارف والله بس بياثر، ترى ياثر على الجهاز. برضو عندي هذا الشاحن لوجيتك، من لوجيتك مثل ما نشوف الشعار حقها، هذا بدعم من ابل، من رسمي من ابل يعني، هذا شاري من ابل، من متجر ابل الرسمي هنا في امريكا. ممتاز حلو، في فتح حق سبيكر تحت، برضو ترتفع درجة حرارة الجهاز مع انه من ابل، لا تقول لي بعد شبيح وطبل الابل، من ابل وترتفع حرارة الجهاز برضو. فانت عندك الخيار انك تحط وايرلس، ممكن اذا جيت بتنام مثلا وتحط جوالك يشحن، تشحن الساعة، او عندك القطعة هذه الثانية برضو سويت لها شرح في القناة موجودة عندي، تحط ساعة، الساعة عندك هنا تحط جوالك هنا يشحن، او هذه برضو سويت لها شرح انك تحط جوالك هنا معقم، طبعا سويت لها شرح موجود في القناة برضو، تعقم من البكتيريا عن الجراثيم والجراثيم، تحط اي جهاز عندك هنا سوري على الصوت، ويعقم من جهاز عندك، شرحه موجود في القناة. يعني ما تقولي بطارية الايباد لا 18 ممتازة على الايباد، بطارية اللابتوب لا 100 واط ممتازة على اللابتوب، بطارية الجوال 18 في اوقات معينة، 12 اوكي كويسة، 5 ممتازة في جميع الاوقات على حسب يعني الهيلث حق البطارية. طيب بتجي بتقول لي اه يعني ليش ابل ترتفع درجه حراره الاجهزه، او ان الشحن السريع ياثر على ابل؟ لا ياثر على جميع الاجهزه. تخصصي انا الكتريكال، والله تخصصي الكرنت، كل ما يرتفع حراره الجهاز يسبب حراره، اوكي الكويلز او بالوايرلس يسبب حراره اكثر من الشحن الكيبل، اوكي كل الجوالات يرتفع حرارتهم، مرتفع حرارتهم من برا البطاريه تتاثر، انت ما تحس بالحراره بس البطاريه داخل تتاثر. 18 على حسب قوة الشركة، على حسب الأشياء، مثل بعض الشركات ممكن 18 ما تأثر عليها، أو 30 إن فيها تبريد داخل الأشياء دي، لكن أوردي يعني بعض الأجهزة، بعض الشركات وصلت 60 أوبو، وأعلنت عنها، حطيتها في موقع أبل، أو حطيت موقع أبل، حطيتها في اليوتيوب عندي، حطيت البوست إن أوبو وصلت 60 وحين تبي تتراجع تنزل 40 أوبو، من الشركات اللي هي سباقة في الشحن السريع، لأن اعترفت إنه في النهاية إنه يأثر. ما يحتاج إنه تعترف يعني، دي شيء طبيعي وشيء بديهي، بطارية الشحن السريع يأثر على البطارية، اي بطاريه في العالم على حسب مقدار الشحن او حسب كبره معينه، 12 اوكي كويسه، 5 ممتازه في جميع الاوقات على حسب يعني الهيلث حق البطاريه. يعني ما تقولي بطاريه الايباد لا 18 ممتازه على الايباد، بطاريه اللابتوب لا 100 واط ممتازه على اللابتوب، بطاريه الجوال 18 أو... زياده على الكلام اللي قبل قاعد اقراه هنا وقاعد اسمعه، اني قلت راح الشحن السريع ياثر على اي بطاريه في العالم، لان الكيميكال في البطاريه، نوع البطاريه الى الان هذا يدعم، يمكن في المستقبل، يمكن بعد ساعة، يمكن مثلا بطارية الجرافين، نوع الجرافين اللي قلنا بتنزل والآن ما نزلت، يمكن تصير تعالج ذا الشيء، لأن على حسب الكيميكال اللي موجود في البطارية. يعني كلام حقي إلى الآن، البطاريات اللي موجودة الآن في السوق، في المستقبل تتغير، أوكي؟ لأن في أشخاص بيجون، يعني أنت تعرف أحسن من أبل، يعني شيء طبيعي، هذا شيء بديهي يعني. يعني حين أبل عطتك الجهاز يدعم 220 واط، لو تحط عليه قصدي 220 فولت، لو تحط عليه 360 ولا شيء ونفقع الجهاز، ليش يعني انت ما فهمت احسن من ابل؟ ما له شغل بالاشياء هذه، دي اختراع من المخ، ندري ان دي يخرب، دي يخرب حراره الجهاز، تخرب تخرب المؤثر، يعني جميع البطاريات لهم مقدار محدد في الحراره، ترتفع ياثر على الجهاز. الاشياء اللي اعرفها انا ليش، لان التخصص حقي الكهرباء، انا اعرف ان ممكن شيء اللي ياثر على الكهرباء، شيء اللي يرتفع من الكهرباء، اعرف انه سماكة السلك نفسه يتغير كل ما يزيد الشحن اللابتوب، كل ما يزيد مثلا الشحن السريع لازم سماكة السلك راح تتغير. مثلا الحين هذا ما يحتاج اطلع لكم الجهة الثانية، لان اعرف انا من البداية الحين هذا طالع لا يو اس بي سي، الشحن السريع ده 18 واط يدعم، ليش؟ لانه سميك. ايش كيف عرفته؟ انت تعرف عادي، بس اني انا بس لاني انا تخصص حقي واعرف السمك واعرف الاشياء دي، مثلا اوكي الشحن هذا 5 واط، هذا 18 واط مثلا يدعم، كل ما يكبر الشحن او كل ما يكبر الكرنت او دخول المعبر داخل حق الكهرب راح ياثر حراره، فسماكه الواير راح يتغير، الجهاز كيف ياثر على البطاريه، طبعا 100% 5 لان الشحن السريع القديم ده كان 8 بند، فهذا اللي ياثر، اوكي الشركات يدرون انه ياثر هذا الشيء، ف
لو ما يدرون ما خلوا لك 70 بعدين يصير بطيء في الشحن الأشياء دي، يدرون الشركات. لكن تجي لأنك أزعجت أم حتى تيم كوك يمكن، أو ليش ما تحط شحن سريع، ليش أبل متغل حطتك شحن سريع، يلا لا شحن سريع دوم كويس وصاروا 40 واط الشركات الثانية، بيتأثر ذاك والله بيتأثر. 18 واط وأنا أقول لك الحين قاعد نصحك كان تحط 18 واط تشحن في جميع الأوقات 18 واط، جاي تبي 40 برضو في المستقبل يمكن. بس الأشياء اللي أقولها لكم مش مبنية وبس يعني تخيلها كذا وخلاص يعني طلعها من رأسي، لا معروف الآيفون يعني إن الشركة بس تدعم لك 4 سنوات، أبل تدعم لك الآيفون تحديثات 4 سنوات، ففي ال4 سنوات دي راح يأثر الشحن السريع على جهازك، خصوصا الفئة الموجهة لآيفون الإلافن هي فئة الناس اللي يبي استخدام، يبي الجهاز خلاص بيستخدمه، ما يبون البرو. البرو ذيك الأنواع اللي حاطين البرو في الشحن السريع، لأن ذيك الفئة اللي الأشخاص اللي بيغير كل سنة ممكن 6 شهور برضه يغير، لأن ده برو أوكي فزت ميزة واحدة في ذاك الجهاز أفضل أشتري. الإضافة لا يبي معالج سريع في شيء سريع، معالج شغل في الشاشة ويبي يستخدم 3 سنوات 4 سنوات، فهذه الفئة الثانية ذي اللي أبل محافظة عليها وحطتها 5 واط. ترى مش حبا في أبل ولا شيء، لأنك أنت لو تفكر فيها الآيفون 10R كان قيمة الجهاز $750، الآيفون 11 الجهاز قيمته $700، نزلت لك أبل $50 من قيمة الجهاز، فعادي أبل تسوي لك الحركة الثانية تخليه $750 وتحط لك الشحن السريع بالجهاز داخل، وترى ربحان أبل لأن الشحن السريع ما راح يكلف $50، لكن أبل قالت لك لا قللنا $50 عطناك المجال، $50 عندك انت بتشتري شحن سريع راح اشتر انت بتأثر جهازك، لكن الاصل اكثر الاشخاص لا عندهم الايفون 11 يشحنون بشحن، يعني النسبه اللي ما راح يشترون جهاز او ما يشترون ما راح يشترون شحن سريع اكبر، بيتمون على الشحن البطيء اللي في الايفون 11. شفت الحركه كيف؟ مثل من صالحك لان قلتك 50% وقمت قيمه الشحن السريع هنا في امريكا يمكن ب 30 او ب 20 دولار من 20 الى 30، فانت الربحان ب 20 دولار بمخباك. شفت الحركه؟ اما في الاندرويد يجي في الاندرويد لا، الاندرويد ايه من الشركه، جميع الشركات اذا وصلت بطلعه الروح، يعني لو تدف في الشركه سنتين تدعم لك الجهاز، السنه الثالثه سكيورتي بس يعني ما في اصدار جديد، سنتين وطبعا طلعت الروح وما راح ينزل لك اول باول الاصدار بعد سنتين دي، يعني متاخر بينزل لك الاصدار، فتعرف المطورين قالت الشركه اخترب جهازك ولا شيء خلال سنتين مع الشحن السريع في السنه عادي انت اوريدي احنا طلعناك اصلا من الحسبه من عندنا. شفت الحركه كده تفهمونها؟ أبل لا حطيتك شحن بطيء لأن الجهاز راح يجلس معك 3 سنوات 4 سنوات، أبل يعني أبل جالسة ومتعهدة عندك إنك تجلس بجوالك خلال 4 سنوات تشحن لك شحن فل أو دعم لك كذا الحركة. أتمنى الصورة وصلت لكم، وهذا الدليل يعني أنا من الشحن السريع استخدمته، الشحن البطيء استخدمته، علي أخوي عند الجلاكسي نوت 10 إيوا بلس مع الشحن اللي موجود في العلبة نزلت الحين بطاريتي لين 80% خلال 6 شهور، اللي هيلث لحق البطارية 80، أنا جهازي الحين 96 وحارب أمه في الجهاز، آسف على الكلمة دي. الشحن في الشحن طبعا الشحن السريع صح ما شحن فيه، لكن الواي بس حطه في جيت أنام وأحيانا أحطه بالكيبل لا بالعكس كنت أحط لا في الغرفة من جرى رمضان تقريبا كنت أحطه كله بالوايرلس، ما نفهم ما لكم هذا الشيء لأنك أكثر شيء بالكيبل كنت أحطه يوم كنت أفكر أهتم فيه، لكن في السيارة في وايرلس عندي وأحطه، وأحيانا مثلا في الظهر طلعت إذا كان في شمس يرتفع درجة حرارة الجهاز أحطه في الوايرلس في السيارة وأكلم فيديو لعب الجهاز نزل صار 96، ما في فرق بيني وبين علي أخوي في شراء الجهاز إلا شهر، علي في أوغست أنا في سبتمبر، أنا 96 الحين علي أخوي في 80، الشحن 24 واط للجوالة وأنا أكثر شحن وصل له 18 واط ولا 7.5 واط في الوايرلس. شوف الفرق، شوف كيف الاعتناء. علي خوي السنة الجاية آخر شيء دعم حق الجهاز خلي يوصل 70 السنة الجاية أو تحت 70 بشوي خلاص، يقول لك دعم أصلا السنة هذه بيتأخر على ما ينزل الأندرويد 11 عنده، السنة الجاية يقول خلاص دعم وقفني لك باقي لك سنة واحدة تحديث بس أو أمني خلاص خلصت منك. فالصورة وضحت، شركة هناك قاعد تدرس لك استخدامك للجهاز خلال 4 سنوات فتعطيك الشحن المناسب لك في خلال 4 سنوات علشان ما يأثر على البطارية، ارتفاع حرارة الشحن البطارية أو سخونة الجهاز راح يأثر على البطارية. أوكي خلصنا طبعا، فهذا الشيء يعني ممكن
صعب انك توصل 4 سنوات في البطاريه نفسها تلاقي تستخدمها، يمكن سنتين بتكون معك اوكي او 3 سنوات في افضل الاحتمالات، لكن افضل من الغير انك تستخدم شحن سريع راح ياثر يمكن سنه واحده راح ياثر على البطاريه. اتمنى فهمتوا كل شيء. السلام عليكم. للمصداقيه بس نسيت السلك، قيمه السلك ضفت لكم قبل شوي $50 قلت لكم لا اعطيكم ابل صح، السلك برضو بيطلع لك يمكن 50 او بتدفع 10 زياده، يعني نقول 760 نقول يعني 10 زيادة أفضل من الـ 10R اللي بـ 750 وشحن بطيء مع السلك. نشوفه معاكم هنا مثل ما قلنا الايفون 11 بـ 700 نضيف معه الشحن السريع بـ 730 نضيف معه السلك بـ $20 فـ 750 بالضبط راح يكون، والدولار مجانا لك. أوكي خلص الموضوع كله ذا. السلام عليكم.